أبو إبراهيم من عجمان يقول الأيام هذه الأيام الدراسية الحالية والطلاب والطالبات في الامتحانات، يقول يعني يحصل كثير من الأخطاء مثل قضية الغش الأهالي وفتح الكتب وشيء، يريد نصيحة في ذلك. أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على هذا الحس الطيب والنصيحة والخوف على الناس. حقيقة يعني نعم، نحن في هذه الأيام أولادنا جميعا من البنين والبنات سواء في التعليم العالي أو التعليم العام يعني عندهم امتحانات وفحص وشيء من هذا القبيل، خاصة وأن مع الفيروس هذا ومع هذه الجائحة الناس في بيوتهم، ولذلك كثر للأسف الشديد الشكوى من تجاوز بعض الناس في مثل هذه القضايا، وتجد مثلا منهم القليل ولله الحمد وليسوا يعني كثر، القليل هذا هؤلاء الذين يعني تأتي أسئلة أو تأتي تنبيهات، ولا الغالبية الساحقة ولله الحمد على خير، على خير ولله الحمد وعلى تقوى وعلى مخافة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد هذا النوع للأسف الشديد يمارس يعني هذا اللون من الغش. والأعجب هو هذا الذي يحقق مؤلم جدا، أن يسهم بعض أولياء الأمور مثل الآباء والأمهات أو الإخوة الكبار في يعني هذا الغش في صورة فجة فاضحة غير جيدة صراحة، حينما يعني يقوم الذي هو يقتدى به في البيت فيمارس مثل هذا النوع ويربي الابن على أو الولد عموما على سلوك غير جيد. ولذلك أنا أوصي إخواني وأخواتي سواء الآباء والأمهات أو الأولاد عموما أن يتقوا الله عز وجل، وتقوى الله أن تراقب الله عز وجل في سرك وفي علانيتك وفي خلوتك وفي جلوتك، وأن تعلم بأن الله جل وعلا يراك، فإذا غابت عين الرقيب عنك في المدرسة أو في الجامعة فلتعلم يقينا بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك، بل يعلم خلجات صدرك وخفايا ضميرك. ولذلك الله عز وجل يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ويقول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والجل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك بارك الله فيكم لابد من مراقبة الله عز وجل، فإذا غابت عين المراقب، عين الرقيب، عين المعلم، عين المدير، عين المفتش، فلتعلم بأن عين الله عز وجل لا تنام وأن الله عز وجل محاسبك. الأمر الثاني، الغش هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام بل هذا من أخلاق المنافقين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، وجاء في لفظ من غش فليس منا، فالخديعة والغش هذه والخيانة هذه كلها في النار والعياذ بالله، فلا يجوز للإنسان أن يمارس هذا الغش بمثل هذه الطريقة وعلى أي حال، على أي حال في حياته. المسألة الأخرى، لا يجوز للإنسان أن يفرق بين المواد الشرعية والمواد التطبيقية، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي هذا إنجليزي، رياضيات، كيمياء، فيزياء، لا يجوز، الغش هو الغش، ما عندنا غش أبيض وغش أسود، الغش هو الغش، ولذلك من غش فليس منه، فلا فرق بين المواد الشرعية ولا المواد التطبيقية، ويجب على الإنسان أن يحمل هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الذي سببه مراقبة الله عز وجل ومخافته جل وعلا. أمر آخر وهذا حقيقة المؤلم، على الآباء أن يتقوا الله وأن يعينوا الجهات التعليمية على أداء مهمتها على خير حال، يعني المفترض نحن مسلمين ولله الحمد والله لسنا بحاجة إلى كاميرات حتى تراقب أيدينا، لماذا؟ لأن أصلا عندنا مخافة من الله، عندنا رقابة، لكن احتاجت الجهات تضع كاميرات تضع كذا، لماذا؟ لأن للأسف الشديد في ناس يعني ضعفت مخافة الله في صدورهم وفي قلوبهم. أمر آخر، لابد أن تعلم بأن هذا الغش هو حجر مغشوش في زاوية بنائك، في زاوية بيتك، أنت الآن قاعد تبني حياتك، مثل ما تبني البيت تبني بيت، أنت قاعد تبني حياتك من خلال هذه الدراسة، لأنك ستحصل على شهادة وهذه الشهادة ستكون مصدر رزقك، ستأكل منها وتطعم زوجتك وأولادك، أو أنت مثلا تشتغلين وكذا، هل ترضين بأن يكون مصدر رزقك سبب غش وحرام؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن ينتبهوا. كثير الآن من الناس يعضون أصابع الندم، يسألون كثير في البرنامج وخارج البرنامج،
يقول أخذنا الشهادات بغش، والآن للأسف الشديد نحن يعني في وظائف ونأخذ رواتب. يسألون وندموا ندم شديد، عرفوا بأن الآن اللي مضى وارتكبوا خطأ فادح وقاتل في حياتهم. كيف الآن مهما بلغ المؤمن كلما طال به الزمان وكبر به العمر يبدأ يتذكر مثل هذه الأشياء اللي تمثل خطأ قاتل في حياته. ما يمكن أبدا الغش هذا، سبحان الله، يجعل الإنسان يحتقر ذاته ويعني يشعر بأن قزم في هذه الدنيا أمام العمالقة هؤلاء الذين أخذوا هذه الشهادات بعد التوكل على الله عز وجل بعرق الجبين وبكد اليمين وبسهر الليل وبتعب النهار، وهو أخذها عن طريق فتح كتاب ولا شيء. ولذلك لا تنتظرون ساعة الندم، أنتم ما تدري يعني متى تلقى ربك عز وجل، ولو إن شاء الله الله إن شاء الله يمد بأعماركم جميعا، لا تنتظر تقول بعدين حتى أندم، لا، من الآن خذ هذه الشهادة بعرق جبينك وكد يمينك وسهرك بعد توكلك على الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح أننا نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن مثل هذه الأساليب المحرمة التي للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول لك يا أخي نحن في البيوت الآن. طيب الله عز وجل يراك ويطلع عليك، ولذلك ما يمكن للإنسان إذا استطاع أن يختفي عن أعين الناس أن يختفي عن عين الله. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.